بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي درس شرح متن الآج الرومية. في هذا اللقاء المبارك يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، حياك وحيا من يسمع. وإياكم. ويمتد ترحيبنا موصول إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب بالأخوة معنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، أسأل الله أن يبارك في الجهد وأن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ونفع وبركة على من تحدث فيه واستمع إليه وانتفع به. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في موضوع لا التي تعمل عمل إن، وسنسعى لتفصيل شروط هذا العمل وبيان وجوه مجيئها في كلام العرب على هذا النحو، على أن هذا لا يمنع من استقبال ما عنا للإخوة المشاهدين والحاضرين من أسئلة لغوية مفيدة لا تطغى على موضوع الدرس وتكون ذات نفع عام للجميع، لأن المقصود أو من مقاصد هذا الدرس سد هذه الثغرة في مجال الأسئلة والفتاوى اللغوية السريعة التي يحتاج إليها طالب العلم في شتى الفنون. وكذلك بالنسبة للإخوة، إذا عنا لأحد منهم استفسار فمن حقهم أن يسألوا، ومن حق الإخوة أيضا المشاهدين أن يسألوا سواء عن طريق الاتصال أو عن طريق الكتابة في الموقع لتكون الإجابة عليها هنا عاجلا. وأنا يعني أحث الأخ الكريم الأخ تركي على أن يحرص على أن لا يترك سؤال سائل إلا ويعرضه حتى يستفيد الجميع ما أمكن الوقت في ذلك. تفضل بارك الله فيك. أحسن الله بكم. قال المصنف: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير التنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. طيب، هذه هي التي يسمونها لا النافية للجنس، وهي التي تعمل عمل إن. نحن عرفنا عمل إن، وهو أنها إن وأخواتها ومجموع هذه الحروف الناسخة كما تعلمون 6 حروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكميهما، تنسخ حكم أحدهما ولكن تغير اسميهما، فالمبتدأ ينصب بعد أن كان مرفوعا فينسخ حكمه، واسم المبتدأ والخبر يتغير، فبعد أن كان مبتدأ أن يصبح اسم إن كما تعلمون، ثم إذا كان الخبر يصبح خبرا لإن وهو على رفعه. هذه قد يسأل سائل ويقول: لماذا إذن لم يذكروا لا النافية للجنس مع أخوات إن؟ يعني لماذا قالوا الحروف الناسخة 6: إن وأن وليت ولكن ولعل، إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن، قالوا 6 ولم يذكروا معها لا، ثم يفردون بابا ويقولون لا العاملة عمل إن. والجواب أن من وجهين: الوجه الأول أن عمل لا هذه يختلف قليلا عن عمل إن وأخواتها. كيف يختلف؟
أن اسم لا النافية للجنس لا يعرب وإنما يبنى لا ينون. نحن نعرف أن إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها. الرجل كريم تقول إن الرجل كريم، زيد كريم إن زيدا، ولاحظوا أنك نونت زيدا لأنه معرب. أما لا النافية للجنس فإن اسمها يكون مبنيا فتقول لا رجل في الدار، فحينئذ لا ينون اسمها. هذا الحكم السبب الأول في تفريقها أو فصلها أو استقلالها عن الحروف الناسخة الأخرى. والأمر الآخر أنها نحن نعرف أن تلك الحروف الناسخة تعمل مباشرة بلا شروط، بمجرد دخولها على هذه المبتدأ والخبر تعمل. اللهم إلا ما يتعلق بتخفيفها، بتخفيف إن إذا جاءت صارت كأن مثلا أو لكن أو غيرها فإنها تهمل إذا خففت، لكنها لا تصبح لكن، تصبح لكن. وفرق بين لكن ولكن، وفرق بين كأن وكأن، وفرق بين إن وإن. فإذا القول بأنها إذا خففت بطل عملها هذا أمر فيه تجوز، لأنها إذا خففت صارت أداة أخرى، فإن لكن غير لكن. ومن ثم فمسألة أنها إذا خفت هي إذا خفت أصبحت حرفا آخر. هل يمكن الاشتراك في غير محله هنا؟ وإن كان كثير من النحويين أو أكثر النحويين يسعون إلى القول أنها إذا خففت مثلا قل عملها، وبعضها يبطل عملها إذا خفت، لكن الحق أنها المخففة شيء والمثقلة شيء آخر، لأن هذه تدل على معنى لا تدل عليه المخففة. أما لا هذه النافية للجنس فإنها لا تعمل هذا العمل إلا بشروط سيأتي بيانها. تفضل. أقول للدكتور يعني هل يمكن فقط أن نعرف عمل إذا ثقلت أو خففت مثل لكن ولكن وإن؟ هذا وإن مقامه في حروف الناسخة وقد سبق الحديث عنه. لا لا يعني على بإيجاز بسيط مثلا لكن هذه تنصب ما بعدها، يعني تعمل عمل في الحروف الناسخة أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، هذه مثل لكن. إذا خففت ومثلها لكن. إذا يقولون إذا خففت لكن وصارت لكن فإنها تهمل، بمعنى لا تعمل، يأتي ما بعدها مرفوعان مبتدأ وخبر. وكلامي هنا الآن أنه هذا الشرط لا داعي لاشتراطه، لأنه إذا قلت لكن فأنت تتكلم عن أداة أخرى غير لكن. ومن ثم فإن من قال إنها إذا خفت بطل عملها له وجه، ولكن من قال إنها إذا تعمل بكل حال وهذا هو الوجه الصحيح أنها إذا خفت فهي أداة أخرى لأنها مشددة غير الساكنة. أحسن بارك. أما ما يتعلق بلا فإنها لا تعمل إلا بشروط، ولذلك أفردت. إذن هي مستقلة لسببين، السبب الأول أن اسمها يبنى ولا يعرب كالنواسخ، والسبب الثاني أنها لا تعمل هذا العمل إلا بشروط سيأتي بيانها. المصنف رحمه الله قال اعلم أن لا تنصب النكرات، ثم قال بغير تنوين. هو لو قال يعني تنصب، نحن نعرف أن النصب مصطلح إعرابي، والواقع أنها لا تنصب وإنما يبنى ما بعدها. هو نعم في محل نصب لكونها تعمل عمل لا عمل إن، ولكنها لا تنصب ما بعدها بل هو مبني، ولذلك قوله تنصب فيه تجوز. ثم أن يقول بغير تنوين، هو ما دام ما بعدها مبني فهو لا ينون قطعا، فلو قيل أنها تبني يبنى ما بعدها لكفى هذا عن قوله بغير تنوين. لاحظوا أنه قال تنصب النكرات، كأنه الآن يوحي بالشرط، هذا أحد شروط عمل لا هذا العمل. فلا النافية للجنس لا تعمل عمل إن بأن يكون بعدها في محل نصب وخبرها مرفوع إلا إذا وقع اسمها نكرة. أما بقية الحروف الناسخة كما تعلمون إنها وأخواتها تنصب المعارف والنكرات، والمعارف أكثر لأنها تدخل على المبتدأ والخبر كما تعلمون، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا بمسوغ. فإذا الأصل في أسماء النواسخ أن يكون معرفة بأنه مبتدأ في الأصل، أما هذه فإنها لا تعمل هذا العمل إلا إذا كان اسمها نكرة، إلا إذا كان اسمها نكرة.
من باب أولى يكون الشرط الثاني أن يكون خبرها نكرة. هل من شخص يذكر لي من الإخوة الحاضرين يذكر لي لماذا نقول يجب أن يكون خبرها نكرة؟ هل يتضح يظهر لأحدكم هذا؟ أنا أجيب. عندك جواب يا شيخاني؟ لماذا يجب أن يكون خبر لا نكرة؟ نحن عرفنا أن اسمها لا تعمل إذا كان نكرة، وأما خبرها فيجب أن يكون نكرة. لماذا يجب أن يكون نكرة؟ الجواب لأن المعرفة لا يكون خبرا للنكرة. نحن نعرف أن إذا كان المبتدأ نكرة يقع خبره نكرة قطعا، وإذا كان المبتدأ معرفة فخبره قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن لا يكون المبتدأ نكرة وخبره معرفة قطعا، ولذلك فيجب فيها أن يخبر عنها بنكرة وليس معرفة. إذا هذا يمكن أن نضيفه شرط، هو شرط واجب الحصول ولكنه من باب يذكرونه في الشروط من باب الإلماح إليه، وإلا فهو متحصل. ما دام اسمها لا النافية إذن شرطها الثالث أن تكون نافية. فمثلا لا الناهية أو لا الزائدة لا تعمل عمل إن، إذن يجب أن تكون لا نافية حتى تكون عاملة. هذه لا التي يقول إن العاملة عمل إن شرطها أن تكون نافية، ونفيها كما هو معروف في اسمه في عنوانها الباب لا التي لنفي الجنس، ينبغي أن يكون المنفي بها هو الجنس. الجنس هو النوع. معنى نفي الجنس أو نفي النوع يعني أنها تمنع دخول أي فرد من أفراد ذلك النوع مطلقا. كيف ذلك؟ إذا قلت مثلا لا رجل، فأنت تنفي وجود أي أحد من هذا من جنس الرجال. فلو وجد ولو واحد فكلامك غير صحيح، فهي نافية للجنس أي للنوع كله. أنت لا تنفي وجود شخص، لا تقول لا زيد أو لا عمر أو لا خالد، ولكنك تنفي وجود جنس شائع. عندما تقول لا رجل، وإن كنت ذكرت شخص واحد الآن أو مفرد ولكنك تعني به الجنس، أي لا أحد من هذا الجنس موجود. فإذا ينبغي أن يكون نفيها للجنس وليس للواحد. هذا واضح حتى من اسمها أنها لنفي الجنس، وهذا معنى كونها نافية للجنس. فإذا جاء رأيت لا وقد بني ما بعدها على الفتح، فاعلم أنها تمنع دخول أي فرد من أفراد ما بعدها في الحكم، لأنها لا تعمل هذا العمل إلا وقد نفت الجنس مطلقا، نفت كل الجنس. المصنف يقول إذا باشرت النكرة، نفهم من هذا حكم أنه ينبغي أن تكون لا غير مفصولة عن اسمها. باشرت الشيء يعني وقعت بعدها، وقع بعدها مباشرة، تسقط به دون فاصل. إذن ينبغي أن يكون اسمها بعدها مباشرة. طبعا واضح أن هذا دليل على ضعفها، لأنهم يقولون إن الذي يعمل بفاصل وبدون فاصل هذا عامل قوي، لكن الذي لا يعمل إلا إذا وليه المعمول مباشرة فينفصل عنه انتقض عمله فهذا عامل ضعيف. وقطعا هي ضعيفة لأنها لها شروط في العمل، ليست مثل تلك. نحن نعرف أن إن وأخواتها قد يتقدم اسمها على خبرها، وحين ذاك يبقى عملها كقولك مثلا وإن علينا وإن تقول إن عليك شاهدا، شاهدا كما ترى هو اسم إن وهو مؤخر، وقد فصل بينها وبين اسمها بالخبر ومع ذلك عاملت لقوة عملها. أما لا هذه فأنتم ترون هذه الشروط الكثيرة التي تشترط لعملها، فهي إذن عامل ضعيف، وما دامت عاملا ضعيفا فإنها لا تعمل إلا إذا باشرها اسمها ولم يفصل عنها، لا يقع بينها وبين اسمها فاصل، وهذا دليل على ضعفها، على ضعفها في العمل، على ضعفها في العمل. لو فصل بينها وبين اسمها لا تعمل هذا العمل، وسيتبين هذا. أيضا مما يذكرونه مما ينبغي أو مما يشترط للا
أن لا تسبق بحرف جر، فلو سبقت بحرف جر لتسلط ذلك الحرف على اسمها فجره. لما تقول جئت بلا زاد، الآن زاد مجرور، ما الذي جره؟ حرف الجر الذي قبل لا، اتجه حرف الجر الآن إلى ما بعد لا فجره، ولم تعد لا عاملة لأنها سبقت بحرف الجر. عجبت من لا شيء، فإذا عملت هنا في غير عمل حرف الجر، ولم تعمل لا لأنها سبقت بهذا الحرف. إذا أنتم ترون هذه الشروط التي اشترطت لعمل لا، وكثرة الشروط دليل على ضعف حكم المشروط له. إذا قلت الشروط فمعنى ذلك أن الحكم أن العامل قوي، وإذا كثرت الشروط فمعناه أن العامل ضعيف، فلا فيستند إلى هذه الشروط، ولو انتقض واحد منها لبطل عمله. إذن ينبغي أن تكون كما قال هو تنصب النكرات، يعني تدخل على نكرة اسمها ويكون خبرها نكرة، وهذا أمر واجب الحصول لأن المعرفة لا يخبر بها عن النكرة. ينبغي أن تباشر اسمها مباشرة فلا يفصل بينهما. ينبغي أن تكون نافية وأن يكون المنفي بها الجنس، وهذه خمسة، وأن لا تسبق بحرف جر، فلو سبقت بحرف جر لتسلط ذلك الحرف على ما بعدها فجره، ولم يعد للا عمل، لم يعد لها عمل. قد يقول قائل طيب إذا انتقض شرط من هذه الشروط لم تعمل، هذا معروف. يقول العلماء إنه إذا انتقض شرط من شروطها فإنها يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول إهمالها أي عدم عملها، وهذا واضح لأن كل مشروط إذا انتقض شرطه بطل عمله، هذا أمر معروف. الأمر الآخر قالوا إنه حين ذاك يجب تكرارها، إذن يجب إهمالها وهذا معلوم من كل مشروط، والأمر الثاني يجب تكرارها، يجب تكرارها، وسيتبين ذلك عندما نقول مثلا لا زيد في الدار ولا عمرو. الآن انتقض شرط من شروط عملها، ما هو؟ هو أن اسمها وقع معرفة زيد، ونحن نشترط أن يكون اسمها نكرة كما قال هنا أنها تنصب النكرات، فوقع اسمها معرفة، وإذا وقع اسمها معرفة بطل عملها، أهملت، حين ذاك تكون مهملة لا عمل لها، ويجب تكرارها. لاحظ أن ما قلنا لا زيد في الدار وسكتنا، وجب أن نقول ولا عمر، إذن تهمل، واضح إهمالها هنا، لا زيد لم يبنى ما بعدها على ما ينصب به، ما قلنا لا زيد أهملناها وقلنا زيد لم تعمل عمل إنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجب تكرارها فقلنا ولا عمر. عند الإعراب طبعا كأنها لا تعمل شيئا نقول لا حرف نفي مهمل، وطبعا إهماله لانتقاض شرطه أنه أصبح اسمها معرفة، زيد حين ذاك يكون مدى معرفة ولم تعمل فيه لا، فهو مبتدأ، يرجع مبتدأ مرفوع في الدار جار ومجرور تعلق معه خبر، ثم بعد ذلك الواو تكون عاطفة، لا هذه التي كررت هي مجرد تكرار حرف نفي مكرر، فنقول زائدة لتكرار النفي، وعمر معطوف على زيد مرفوع مثله، مرفوع مثله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في قول الشاعر ولا ذنب لي إلا العلاء والفضائل، هنا اختل شرط وهو أن لا هنا لم تنفي الجنس كاملا، فهناك أشياء مستثناة من الذنوب، هنا عملت مع أن أحد شروطها قد اختل. لا نستطيع أن نقول إن أحد شروطها قد اختل، لأنه هو استثنى شيء، هو استثنى بإلا، لكنها في الأصل جاءت للنفي المطلق، لنفي الجنس كله، ثم بعد ذلك استثنيت شيئا من أفراد ذلك الجنس فهي نافية للجنس. كما إذا قلت قام القوم، أنت عندما تقول قام القوم تريد حصر القوم جميعا، ثم تستثني منهم بإلا ما تريد، هذا لا يعني أن قولك القوم ناقص،
هو كامل لكن أنقصه الاستثناء. وكذلك هنا فعندما يقول لا ذنب لي فهو ينفي الجنس كاملا كل أنواع الذنوب، ثم بعد ذلك يستثني شيئا منها يخرجه بإلا، وهذا لا يدل على أن ذنب هذه النكرة أنها ليست عامة لكل مفرد لأنواع هذا الجنس، بل هي عامة وإنما خرج منها ما خرج بالاستثناء لا بدلالة، لا بدلالتها وحدها. يبقى أمر، نحن قلنا اشترطنا الآن أن تكون لا نافية للجنس، نعم، بمعنى أنها إذا لم تنفي الجنس كاملا فإنها لا تعمل، يسمونها النافية للوحدة. نافية للوحدة يعني للواحد. لو أنك نفيت بلا شيء واحد وليس كل أنواع المنفي، حين ذاك لا تكون نافية للجنس ولا تكون قد اكتملت شروطها، فمعنى ذلك أنها لا تعمل عمل، لا أعمل إن، لا تعمل عمل إن. يعني عندما تقول لا رجل حاضر بل رجلان، الآن أنت تنفي وجود الرجال مطلقا، لا أنت تنفي وجود واحد، نعم بعينه محدد، ولكن هناك أكثر من واحد، صحيح، يعني بقولك بل رجلان معناه موجود رجلان، فإذا الجنس نفسه غير منفي، موجود جنس الرجال موجود، ولكن الواحد وجود واحد منهم غير هذا هو المنفي. إذا أنت تنفي الوحدة ولا تنفي الجنس، والدليل على أنك تنفي الوحدة أنك قلت بل رجلان فأثبتت وجود اثنين، فهذا يدل أنك تنفي الواحد ولا تنفي ما عداه. وقولك بل رجلان بإثباتك وجود الرجلين دليل على وجود أفراد أو وجود فردين من أفراد هذا الجنس، فالجنس غير منفي حينذاك. هذه لا نافية للوحدة، وما دامت نافية للوحدة وليست نافية للجنس فإذا لا تعمل عمل إنا، بطل واحد من شروطها، لأن شرطها أن يكون المنفي بها الجنس وليس الواحد، وليس الواحد حين ذاك لا تكون عاملة عمل إنا، بل تكون عاملة عمل ليس. نحن نعرف أن ليس بعكس إنا، ترفع اسمها وإنما اخترنا ليس من بين، ولم نقل كان لأن المقام مقام نفي، فنحن نبحث عن النافي من أخوات كان، فإذا تعمل عمل ليس، ولذلك رجل اسمها نقول لا رجل حاضرا حتى ننصب خبرها لأنها تعمل عمل ليس، والسبب في ذلك أنها نافية للوحدة، ثم تعطف فتقول بل رجلان فتعطف على اسم الرجل أو لا رجل، لا رجل حاضرا، فرجل اسم لا النافية للوحدة العامل عمل ليس، وحاضرا خبرها منصوب، بل حرف عطف وإضراب، رجلان معطوف على رجل. اسم لا، لا اسم لا العامل عمل ليس على رجل، مرفوع وعلامة رفعه الألف. إذن اتضح الآن شروط عمل لا عمل إن، واتضح ما الذي يحصل إذا انتقض شرط من هذه الشروط. إن كان هناك شيء من الاستفسارات سواء من الإخوة الحاضرين أو في 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 الموقع، وإلا جئنا لقيود واستدراكات المصنف في آخر حديثه عن هذا الموضوع. طيب إذا أذنت لي أخ راجس نأتي على أجوبة الموقع ثم نأخذ سؤال من أخ راجس، بارك الله فيكم. أم إبراهيم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنى تمام الكلام هو ما كان المستثنى منه موجودا فيه، فتمت الأركان وهي أداة الاستثناء والمستثنى والمستثنى منه، مثاله قام القوم إلا زيدا. هي الأخ طبعا تجيب الآن على أسئلة الدرس السابق. الجواب الثاني، معنى كون الاستثناء موجبا أي ما كان مثبتا ولم يكن يتقدم عليه نفي ولا شبه نفي، وشبه النفي النهي والاستفهام، مثاله رأيت القوم إلا زيدا. هي جوابها الثاني محكم، والأول تمام الكلام ليس معناه مجرد اكتمال أركانه فقط، ولكن هو نص في وجود المستثنى منه، فإذا قلنا استثناء تام يعني موجود فيه المستثنى منه. وأما المستثنى وأداة الاستثناء، صحيح هذه هي أركان الاستثناء، المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى، ولكن
لا يعد ليس هذا من مصطلحهم في تسمية الاستثناء التام، بل مصطلحهم إذا قالوا استثناء تام يعني موجود فيه المستثنى منه ومن فيه المستثنى منه. أحسن الله عليكم. فوزي من الكويت أجاب السؤال الأول، معنى تمام الكلام في باب الاستثناء، معنى تمام الكلام في باب الاستثناء احتوائه وعدم استفراغه من المستثنى منه، وهو الجزء الأكبر من أسلوب الاستثناء نحو جاء القوم إلا زيدا. السؤال الثاني، الإجاب معناه الإثبات، أوجب الشيء أي أثبته وأوقعه، فالاستثناء الموجب ما كان مثبتا بمعنى لم يكن منفيا أو شبه منفيا أو شبه منفي كالنهي والاستفهام. أحسن الله إليكم. لدينا سؤال الأخراج، تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك من علل بناء الاسم لا نافية الجنس ويقول أنها قد ركبت مع اسمها تركيب 15، ما مدى صحة هذه هذا التعليل؟ هذه من تعليلات النحويون، دائما يسعون أن يكون عملهم يعني تابعا للعقل، يعني أن العقل يؤيده، فيبحثون عن العلل ويسعون لبيان الحكمة من كل شيء ويضعون تعليلات العرب لن تنطق بها لكنها توحي بالحكمة في الكلام نفسه. فنعم الكلام إذا ركب بعضه مع بعض كان من أحكامه البناء، كما نعلم مثلا في المركب المزجي المختوم بويه فإنه يبنى، المركب العددي من 11 إلى 19 يبنى على فتح الجزئين ما عدا 12، فالتركيب من مقتضياته البناء. فقالوا ما دمنا رأينا أن اسمها مبنيا فإنا نجعل سبب هذا البناء هو تركيبها معه مع اسمها، صارت هي مع اسمها كلمتين مركبتين، فإن بنى على ذلك أن بني، وهذا نوع من القياس، ولكن لا يلزم الأخذ بهذا التعليل وإن كان له وجه، لأنه ليس كل مركب يقتضي البناء، ليس كل تركيب يقتضي البناء. وعلى كل حال من اجتهد وعلل فينبغي أن يقدر اجتهاده وأن يحترم وأن لا يشنع عليه أو لا يخطأ فيه، فإنه إنما يدرك العلم بمثل هذه التأملات وهذه التماس الحكم، تضبط بهذا القواعد وتنضبط الأمور ويصبح تصبح أقرب إلى الذهن وأقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحكمة بوضع هذه القواعد. لكن إذا قلنا إن العرب نطقت بها بهذه الصورة فهذا هو أحكم تعليل وأوجهه. نعم. أحسن الله إليكم. طيب هنا سؤال الشيخ إذا أذنت لي، التوجيه من المدينة يسألون يقولون قولنا حاشا لله أو معاذ الله هل تدخل في الاستثناء؟ هي تدل على الاستثناء، يعني طبعا حاشا أداة استثناء، لكن الآن لا نستطيع أن نقول إنها بهذا الأسلوب إنها أسلوب استثناء، لأننا نعرف أن أسلوب الاستثناء هو ما كان فيه أركان الاستثناء، وهنا ليس فيها أركان الاستثناء لكنها تدل على التنزيه، تدل على التنزيه، أسلوب يدل على التنزيه، لأن لم تكتمل فيها أركان الاستثناء فلا يتحقق فيها هذا الأمر. أحسن الله عليكم. نكمل الشيخ، نأتي نعم لقول المصنف ما يستدرك على موضوع لا، أنها إذا لم تباشرها يعني إذا لم تباشر هي النكرة، يعني لم تقع هي واسمها النكرة بعدها مباشرة، ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ طيب قال المصنف، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. نعم، هي هنا الراء وقعت ساكنة بعد كسر فترقق في الدار تباشرها، فإن لم تباشرها. نعم، التفعال والتفعال مصدر عربي فصيح كلاهما صحيح، فيصح أن نقول التكرار والتكرار، تلعاب والتلعاب، ما صيغة التفعال والتفعال صيغتان واردتان
في المصدر قياسيتان فيه فكلاهما صحيحة. قال إن لم تباشرها، يعني إن لم تقع النكرة بعد لا مباشرة، معنى ذلك أن هناك شيء فصل بين لا وبين النكرة التي بعدها، بينها وبين اسمها. قال إن فصل بينها وبين اسمها بفاصل، هذا ذكرته منذ قليل في قولي أن لا النافية للجنس من ضعيفة العمل، فإذا فصلت عن اسمها فإن هذا العمل عملها يبطل، وحين ذاك يحصل الحكم الذي ذكرته منذ قليل، وهو أنه يترتب على ذلك أمران: إهمالها كما قلنا، وهذا أمر معروف، كل من انتقض شرطه أهمل بطل عمله، كل شيء انتقض شرطه بطل عمله. لكن الحكم الآخر الذي أيضا يحصل هو وجوب تكرار لا، وهذا أيضا متحقق هنا. قد يقول بعض الناس: أي فاصل؟ هل كل الفواصل يفصل بها؟ نحن نعرف أن العرب تتجوز في الظرف والجار والمجرور والقسم والنداء ونحوها مما لا يعدونه فاصلا، لأنه بمثابة غير الموجود لا يفصل بين الكلام لكثرة استعماله، لكن لضعف لا في مقام العمل فإنها تعمل، فإنه يبطل عملها بمجرد فصلها عن اسمها ولو كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني في قول الله سبحانه وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الآن في قولنا: لا فيها غول، لاحظوا أنه الآن الغول منفي وهو نفي للجنس، ولكن فصل بين لا وبين اسمها بفاصل، وهو قوله تعالى: فيها. وفيها كما ترون هذا الجار والمجرور، هذا هو خبر لا، أو متعلق الجار والمجرور هو خبر لا النافية للجنس، وقد تقدم على اسمها ففصل بالجار والمجرور بين لا وبين اسمها، فما الذي حصل؟ بطل عملها. ما قال لا غول لا فيها غولا، بل قيل لا فيها غول. وهذا يؤكد أو يسوغ التعليل الذي ذكروه من أن بناءها كان لتركبها، فإنه إذا انتقض التركب وفصل بينها وبين اسمها زال البناء كما رؤي الآن، فرجعت معربة مرفوعة فلا فيها غول، فنعرب غول حين ذاك مبتدأ مؤخر ولا نعربه اسم لا. وفيها جار ومجرور خبر مقدم، والسبب في ذلك، يعني سبب عدم عملها، هو أنها قد فصلت مع عن 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 اسمها بفاصل، وهو خبرها الجار والمجرور، مع أن هذا الفصل كما ترون غير حصين، يعني لا يعد فصله فصلا لكونه جار ومجرور، والجار ومجرور يتجوز فيه أو يسوغ فيه ما لا يجوز في غيره، ما لا يسوغ في غيره. الأمر الثاني الذي لاحظتم في الآية أن لا تكررت ولا هم عنها، وهذا أمر واجب، فإنه لما انتقض شرطها بطل عملها ووجب تكرارها. هذا معنى قوله: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار لا. ففي الآية كما ترون وجب الرفع غول ووجب التكرار لا، ولا هم عنها. ومثاله في قوله: لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن رجل كان في الأصل اسم لا، لكنه فصل عنها فلم يعد اسما لها، بل بطل عملها وأصبح مبتدأ مؤخرا، وفي الدار خبر جار ومجرور خبر مقدم، ووجب تكرار لا فقيل: ولا امرأة ولا امرأة. هذا هو الحكم، أو هذه أحكام انتقاض شروط عمل لا النافية للجنس. وهذه الشروط انتقض كما رأينا منها: واحد، لا يكتفى فقط بإهمالها، ولكنه يضاف مع ذلك حكم آخر، وهو وجوب أيضا تكرارها، وجوب تكرارها كما رأيتم. هنا المصنف الآن يبين عندما تأتينا لا مكررة في أسلوب من الأساليب، والنحويون كثيرا ما يمثلون لهذا بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن فيه تكرار لا، لا حول ولا قوة. المصنف في المقطع الأخير من كلامه عن هذا الباب
سيتكلم عن هذا الموضوع إذا جاءتنا لا في أسلوب وقد تكررت، ما الذي يسوغ، ما الذي يصح في ما وقع بعد لا؟ هل طبعا إذا استوفت الشروط، الكلام على أنها مستوفيت الشروط، أما إذا بطل فيها شرط من الشروط فمعلوم أنها تهمل، لكن نحن نقول إذا استوفت الشروط ولكنها تكررت. في السابق بطل شرط من شروطها أهملناها وأوجبنا تكرارها. أما حديثنا الآن الذي في قوله فإن تكررت لا، فإنه يعني مع استيفائها لكامل شروطها ولكنها تكررت، كما في قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كما ترون لا اسمها نكرة وخبرها كذلك، هي نافية ونافية للجنس، جنس الحول كله، كما أنها لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ولم تسبق بحرف جر، فهي مستوفية الشروط، لكن تكررت لا مرة أخرى فقيل ولا قوة. ما الذي يجوز في قولنا حول وفي قولنا قوة، أو كل مثال جاء على نمطهما ما الذي يجوز فيه من الوجوه؟ وسبب هذا السؤال هو أنه قد ورد عن العرب، ورد عن العرب استعمال هذا الأسلوب على أكثر من وجه. هذا ما يريده المصنف في المقطع الأخير بقوله فإن تكررت لا. أحسن الله إليكم. قال المصنف فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة، ولا امرأة، حتى تعمل الله في الوجهين. نعم. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أحسنت. هو الآن يقول إذا تكررت لا ولو كانت مستوفية للشروط أنت بالخيار، إن شئت أعملتها في المكانين وإن شئت أهملتها في المكانين، ومثل لذلك بالإعمال والإهمال، لا رجل في الدار ولا امرأة ببناء اسم لا في الموضعين، وبإهمال لا في قول رجل ولا امرأة، مع أنها مستوفية الشروط، ولكن الذي سوغ إهمالها هنا هو تكرارها، وتكرارها مع وجود جميع الشروط أضعف عملها، فجوز لنا أن نعملها أو أن نهملها، أو أن نهملها. الوجه الأول وهو الأكثر استعمالا عند العرب كما ترون هو إعمالها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أعملت لا الأولى فحول هذه صار اسمها مبني على الفتح، وأعملت لا الثانية عمل إنا فصارت قوة اسما لها أيضا مبني على الفتح. وجه آخر ورد عن العرب أنهم يعملون الأول ويهملون الثاني، قوة إلا بالله. أما حول الأولى فواضح أنها اسم لا نافية الجنس مبني على الفتح، ما في إشكال. وأما قوة فإما أن تكون لا مهملة وتكون حين قوة مبتدأ، تكون مبتدأ. بعضهم، بعض النحويين، بل كثير من النحويين وكثير من شراح الآج الرومية قالوا إنها على هذا الوجه تكون عامل عمل ليس، ولم يتنبهوا لأمر. نحن نعرف أنها متى تكون لا عامل عمل ليس؟ إذا كانت نافية للوحدة. أحسنت. إذا كانت نافية للوحدة يعني المنفي بها شيء واحد، هل يصح أن نقول هنا لا حول ولا قوة بل قوتان؟ لا يجوز ذلك أصلا، لا يجوز ذلك أصلا، هذا يعارض مضمون هنا، مضمون التوحيد، مضمون تسليم الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء وفي هذا الذكر. فلو أن قلنا لا حول ولا قوة بل قوتان كان نقول هنا قوتان بغير الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، وتنزه حديث رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك هنا لا يصح أن نقول أنها عامل عمل ليس، وإن ذكرها كثير من النحويين وكثير من شراح الآج الرومية أيضا، لأن قالوا إنها عاملة عمل ليس، لأنهم رأوا الرافع فقالوا الرافع عمل ليس، فإذا تكون عاملة عمل ليس. والأمر يحتاج أن يتنبه إلى أن العاملة عمل ليس هي النافية للوحدة للواحد، أما النافية للجنس كله التي لا تنفي الواحد فإنه لا يصح أن نقول إنها عاملة عمل ليس، بل نقول إن عملت فهي نافية الجنس عاملة عمل إنا، وإن لم تعمل فما بعدها أيضا جنس ولكنها لم تعمل بل أهملت، ويكون إعرابه مبتدأ، ويكون مبتدأ. طبعا نكرة تبدأ بالنكرة، نعم سبقها نفي
فجاز الابتداء بها. طبعا المثال الذي لهذه اللي هو إعمال الأولى وإهمال الثانية في قول الشاعر: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. وهذا يشكو أمره أن أهله يفرقون بينه وبين أخيه، فهو يعطى له الأمور السيئة وأخوه مقدم مفضل عند والديه، فيعطونه الأمور الحسنة. يقول: إذا تكون كريهة أدعى لها. إذا كان الأمر السيء، إذا كان أمر الحرب أو الأمر الشديد، يقال تعالي أفر. وإذا يحاس الحيس، والحيس هو نوع من الطعام، يدعى جندبه، جندبه هو أخوه: هذا لعمركم الصغار بعينه الذلة، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. شاهد هنا في تكرار لا كما رأيتم، هي هنا تامة الشروط، ومع ذلك قال: لا أم لي ولا أبو، فأعمل الأولى وأهمل الثانية ولا أبو. فنقول إن الأولى عاملة عمل إن، والثانية مهملة، ولا نقول إنها عاملة عمل ليس، لأنه لا يريد أنه لا أب بل أبوان، هو لا يريد أن المعنى ولا أب بل أبوان، بل يريد النفي المطلق. ولذلك فهي ليست نفي الوحدة، ولا تتام العمل ليس هي النفي الوحدة. فإذا هذه مهملة، وما بعدها مبتدأ مرفوع، وسوغ الابتداء بالنكرة سبقه بالنفي، سبقه بالنفي. أيضا من الوجوه التي وردت على العرب إهمال مع توافر الشروط، يعني تكرار لا مع توافر الشروط، إهمال لا على الأمرين، يعني في موضعين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحين ذاك كما عرفنا تكون مهملة على الإطلاق، ويكون المرفوعان كل واحد منهما مبتدأ، كل واحد منهما مبتدأ، وتكون لا مهملة غير عامل عمل إنا. والذي سوغ الابتداء بالنكرة كما رأينا سبقها بالنفي في قول الله سبحانه وتعالى: لا بيع فيه ولا خلة. فهنا جاءت على هذا الأسلوب، تكررت لا وهي مستوفية الشروط، ومع ذلك لم تعمل بل أهملت، وهذا أحد الوجوه الفصيحة فيها. العكس، عكس ما ذكرناه منذ قليل، بأن تهمل في الأولى وتبنى في الثانية، تعمل في الثانية: لا حول ولا قوة إلا بالله. فتكون الأولى مهملة والثانية عاملة عمل إن، وهذا واضح، كما في قول الشاعر: فلا لغو ولا تأثيم فيها. لأنه قال: لو قال ولا تأثيم فيها لانكسر البيت، فهو قد أعمل الثانية وأهمل الأولى، وهذا أحد الوجوه الجائزة فيها، وما فاه به أبدا مقيم. فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم، فعملت في الثانية وأهملت في الأولى، وهذا أحد الوجوه الجائزة. ورد أيضا وجه أخير، وهو وجه ضعيف قليل الاستعمال، لا ينبغي التعويل عليه، لكنه وارد، وهو أنه تعمل الأولى والثانية يكون منصوب، ليس مبنيا على الفتح ولكنه منصوب: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف وجهوه؟ طبعا لا حول واضح أن لا نفي الجنس، وحول اسمها، لكن لا قوة، قالوا الواو عاطفة حين ذاك، ولا مهملة. طيب قوة، قالوا معطوفة على موضع اسم لا، لأن نعرف أن لا عاملة عمل إن، وإن تنصب ما بعدها، فهي مقيسة عليها، فأصل اسم لا في محل نصب، لأنها تقوم مقام إن، تعمل عمل إن، وما دام في محل نصب فهذا المحل قد عطف عليه، فنصبنا الثاني عطفا على ذلك المحل المنصوب، لأن محل اسم لا هو النصب، فنقول إن قوة معطوف عليه. وهذا الوجه قليل الاستعمال جدا، يذكرون من أمثلته قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، بنصب الثانية وبناء الأولى على الفتح، اتسع الخرق على الراقع. وهذا الوجه كما قلته ضعيف، والوجوه الأربعة الأولى أكثر منه، إلا أن وجه البناء على الفتح في الحالتين بإعمال لا في الحالتين ما دامت مستوفية الشروط هو الوجه الأكثر استعمالا: لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله في علمكم.
هذا السؤال من الأخت شموخ من مصر، تقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في قوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما الشرط الذي فقد والذي أدى لتكرر لا وعدم عملها؟ هل لفظ الخوف ليس بجنس؟ لا، هو هذا من في من وجوه الجائزة. نحن قلنا إذا تكررت لا جاز إعمال لا وجاز إهمالها وإن كانت مستوفية الشروط. هذا الموضع الأخير أن لا إذا استوفت الشروط ولكنها تكررت لم يجب إعمال لا، جاز فيه الوجهان، كما في لا بيع فيه ولا خلة، شروط مستوفاة. إذا بقي الشيخ لديكم بعض الأسئلة قبل أن نأتي للفاصل فيما يتعلق بالدرس، إذا كان فيه سؤال عند الإخوة وإلا ممكن نقدم على المنادى. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يكثر حذف خبر لا النافية للجنس، هل هو أكثر، هل الحذف أكثر أم الذكر؟ نعم، حذفها أكثر من وجودها ويكون حين ذاك مقدرا، وإذا لم يذكر فهو غالب موجود، تقديره موجود. إذا قلت لا رجل أي لا موجود، وإذا قلت لا رجل في الدار فالجر والمجرور هو متعلق بذلك الخبر المحذوف فتقديره أيضا موجود. سلام الله عليكم. هل بقي أسئلة لدى الأخوة؟ طيب نعم تفضل. سنأتي إن شاء الله إلى باب المنادى بعد أن نأخذ هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك شرح متن الأجرومية، وأيضا نرحب بشيخنا الدكتور محمد أسبيهين. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. بارك الله فيك. يسمح. لدينا اتصال أبو سعود من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي 4 أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، كيف نميز بين اللا الناهية واللا النافية؟ والسؤال الثاني، متى نقول كلمة فقط بعد العدد؟ السؤال الثالث، متى نقول كلمة فقط بعد العدد؟ السؤال الثالث، أبغى نبدأ بسيطة عن المنادى، متى يرفع ومتى ينصب؟ طيب سنأتي إليه المنادى بعد قليل. السؤال الرابع، لماذا نقدم الليل على النهار في جميع الأحوال، مثل الجملة تبث الإذاعة برامجها ليلا ونهارا؟ طيب جزاك الله خير. شكرا أبو سعود، بارك الله فيك على هذه الأسئلة. تفضل. أما مسألة التفريق بين لا الناهية ولا النافية فهذا المعنى هو الذي يفرق بينهما، فإذا نهيت بها فهي ناهية وإذا نفيت بها فهي نافية. كيف ذلك؟ إذا قلت لا تفعل، أنا لا أنفي الفعل ولكني أنهى عن حدوثه، عن إحداثه، طلب. نعم، فهو طلب، ولذلك هذه ناهية، لأنك تنهى إيقاع الشيء، لا تقم، لا تجلس، لا تكتب، فإذا تنهى عن نعم فأنت تنهى السامع عن إحداث الفعل، هذه ناهية. لكن إذا كنت تخبر خبر وتنفي وجوده، تقول لا علم لي، أنت تنفي وجود العلم، أنت ما تنهى عن شيء الآن ولكنك تنفي وجود العلم. لا رجل في الدار، أنت الآن ما تنهى أحد ولكنك تنفي وجود الرجل، فهذه النفية. إذن النفي هو عدم عكس الإثبات، هو عكس الإثبات، هو خبر من الأخبار. وأما النهي فهو طلب عدم إحداث الفعل، وهو طلب، إذن هذا طلب وهذا خبر، والطلب هو يختلف عن الخبر، يسمون هذا خبر وهذا إنشاء. أما ذكر فقط بعد العدد فهي فقط بمعنى حسب أو يكفي، فإذن هي تأتي لبيان أنه لا زيادة عليه، ويمكن أن تضيفها بعد العدد مباشرة لبيان نهايته أنه اكتفيت بهذا العدد دون بعد. أما أحكام المنادى فهذا حديثنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، وإن لم يسعفنا الوقت لإكماله فأكملناه في اللقاء التالي.
وأما تقديم الليل على النهار في قولنا ليلا ونهارا فهذا ليس بملزم، قد يكون شاع هذا الأمر، لكن لك أن تقول نهارا وليلا لا إشكال في هذا، لا لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، فالأمر سواء. وقد يكون الألف أو التعود على هذه العبارة هو الذي جعلهم يقدمون الليل على النهار. حسن الله عليكم شيخنا. هنا سأل أم إبراهيم السعودية تقول بارك الله فيكم، ما هو خبر لا النافية للجنس في جملة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه هنا مقدر تقدير لا حول كائن إلا بالله، والجر والمجرور متعلق به، وعلى رأي من يجعل الجر والمجرور هو الخبر فيكون بالله هو الخبر، لكن هذا رأي الكوفي أن الجر والمجرور هو الخبر، وعلى رأي الجمهور ورأي البصريين يجعلون متعلق الخبر كائن، متعلق الجر والمجرور هو الخبر أي فاسيا، مثل ما إذا قلت مثلا محمد في الدار، لك أن تقول الجر والمجرور هو الخبر، ولك أن تقول كائن أو موجود متعلق هذا الجر والمجرور هو الخبر، أنت فيهما بالخيار، فإما أن تقول الجر والمجرور في بالله هو الخبر، أو تقول متعلقه هو الخبر وتقديره كائن. جميل، أحسن. لا حول كائن إلا بالله هو موجود. طيب أحسن الله عليكم. إذا رغبتم يا شيخ نبدأ بباب المنادى. نعم، بتقدمة في باب المنادى. طيب، قال المصنف باب المنادى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. هذا حديث عن أسلوب من أساليب العربية كثير الاستعمال، أعني باب النداء، فإنك تستعمل هذا الأسلوب لتنادي أو تدعو من أمامك أو تطلب منه طلبا معينا، وطبعا أداته الكبرى المشهورة أم الباب في هذا هي يا كما تعلمون، ولكن له أدوات أخرى على ما سيأتي. إذا لابد لهذا لابد له من أداة، لابد له من أداة، فهي في الأكثر ياء، ولكن هناك الهمزة، وهناك أي، وهناك أيا، وهناك هيا، فتقول أيا فلان وهيا فلان وأي فلان وأفلان، لكن ياء هي الأكثر. فإن جاء المنادى بدون أداة النداء فهي مقدرة، كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف. جميل، فهي إذا مقدرة. تفضل. بعد أن ذكرتم أدوات النداء نستأذنكم لدينا اتصال ثم نعاود بإذن الله تعالى. نعم. الأخ عبد الملك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور والسرور. سؤالين يا حبيب: ما معنى نجد بعض الكتب المعجمة والمهملة؟ كلمة معجمة وكلمة مهملة، نبغى توضيح للشيخ رضي الله خير. زاد بالنسبة لقوله تعالى: وسع كرسيه الرابع، وسع كرسيه، أبغى درجة التفخيم يوضحها الشيخ، يعني هل هي مفخمة، يعني الدرجة يوضحها نطقا، الله يجزاه خير. واضح السؤال يا شيخ. طيب، شكرا جزيلا أخ عبد الملك، بارك الله فيك. الأخ ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ ياسر. حياك الله. الله إليك يا شيخ. وإياكم يا اسمع. أنا شفت بالنسبة لشرح الأجرومية، يعني سبق أني أنا بدأت معك في المتابعة، إذا بداية المبتدأ أو ثم بعد ذلك حصل في فترة انقطاع، ثم رجعت معك في الحال وما بعد الحال، ما في فترة الانقطاع هذه، هل يستطيع الإنسان يستدرك ما فاته بالقراءة أم لا بد أن يبحث عن شخص يوضح له؟ طيب، هل لديك سؤال أو مشاركة أو أخ ياسر؟ سم. فقط هذا سؤالك؟ بس هذا. طيب. شاكر ومقدر على اتصالك، شكرا لك. سأل الأخ عن عبد الملك المعجمة والمهملة، أظنها في الحروف يا شيخ، أليس كذلك؟ الإعجام هذه صيغة الإفعال وفعلها أفعل، وهي من أفعال التي فيها يعني مزيدة، التي فيها زيادات، حروف الزيادة. هذه الصيغة صيغة أفعل تأتي لأسباب، لوسائل، حتى بس أوضح أقرب المسألة للذهن، حتى بعض الناس الذي يعرف معنى المعجم والمهمل لا يدرك كيف جاء هذا المعنى. أولا، مسألة المعجم يعني المنقوط، والمهمل يعني غير المنقوط،
لتكون، وهذا يعرفها كثير من الناس، لكن كيف صار المنقوط معجما وصار غير المنقوط مهملا؟ تأملوا في صيغة، صيغة أفعل هي صيغة مكونة من أربعة أحرف، الحروف الأصلية الثلاثة والهمزة في البداية. زيادة الهمزة في البداية، قال النحويون إن العرب تستعمل أحيانا الهمزة في البداية للإزالة، لمعنى الإزالة، أزلت الشيء. تقول أقذيت فلان يعني أزلت القذى من عينه، تقول أشكيت فلان يعني أزلت شكايته بأن أخذت له حقه، تقول أعجمت الكتاب يعني أزلت عجمته فنقضت حروفه، لأن قبل النقط كان أشبه بالكلام الأعجمي بالحروف الأعجمية غير واضحة، فإذا وضعت عليها النقط زالت عجمتها وصارت عربية صحيحة. فالهمزة هنا أفادت الإزالة، أي إزالة العجمة، ولذلك نقول إنها حروف معجمة، يعني قد أزيلت عجمتها بنقطها. فالمعجم الحرف المعجم هو الحرف الذي عليه نقط، فإذا كان الحرف يستعمل في العربية بنقط أو بغير نقط كالراء والزاي السين والشين، مثلا الحروف التي لها الحاء والجيم والخاء تستعمل بدون نقط تستعمل بنقط، فما فيه نقط يقال إنه معجم، وما ليس فيه يقال إنه مهمل. وواضح المقصود بالإهمال والإعجام، فإن الإعجام معناه أزلنا العجمة التي قد تلحق الاسم أو تلحق الحرف، تلحق الحرف بحذف هذه النقط، وعندما زد جئتنا بالنقطة واضح. فلو جئنا بها مثلا بدون نقاط لالتبس الأمر، لا يعلم هل هي راء أو زاي، جيم أو خاء، دال أو ذال، فإذا وضعنا النقطة ارتاحت نفسه وزال الإشكال فيها وفصحت الكلمة وزال عنها ما كان قد يسبب عدم فهمها أو عجمتها. طيب هناك سؤال يا شيخنا، هناك سؤال لكن يعني بعد تفضل. إذن بس يعني ما أكملت ترى الحديث عن هذه، نسمع. نعم طيب خير إن شاء الله. الأخ خالد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد. الله يكرمك إن شاء الله. في جملة قرأتها من قبل، لا ولم ولن تغيب يا فلان، تمام؟ الآن تغيب هذا الفعل المضارع نقدر نقول مجزوم ولا منصوب؟ لأن فيه لم ولا وكذلك لم، فما أدري هل يكون مجزوم أو منصوب. السؤال الثاني، قرأت أنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي أتاه وقال يا رسول الله الذي فيه الزنا أجر الله وإياكم، لفظ كلمة الزنا إملائيا يكتب يعني الألف ممدودة أم مقصورة على صورة الياء؟ لأن وجدتها في الحديث ممدودة، وجدتها في التفسير في تفسير آخر سورة التحريم فخانتهما فقال ليست الخيانة هنا خيانة الزنا، ومكتوبة المقصورة على شكل الياء، فكان في إشكال. ويا ليت لأن زي الاسم الثلاثي هذا يرجع لمثنى وجمع، فما هو مثنى يعني الاسم الثلاثي هذا أو جمع؟ يعني إذا عرفنا نعم مصدر رجع على المثنى أو جمع، في يكون في توضيح المسألة. طيب خير إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا شكرا جزيلا خالد، بارك الله فيك. أعود لكلامي عن المعجم والمهمل. الآن أنتم تسمعون بأن الحروف عندما الإنسان الكلمات عندما يلتبس عليه كلمة لا يعرف معناها يرجع إلى المعجم، بعض الناس يقول يرجع إلى القاموس أو القواميس العربية. حقيقة القاموس هو أحد المعاجم، كتاب الفيروزابادي اسمه القاموس المحيط، لكنه وشاع عند الناس أن هذه الكتب تسمى قواميس قياسا على اسم هذا الكتاب، وإلا فاسمها الصحيح معاجم. من أين جاءت تسميتها بمعاجم؟ لأنها أعجمت الكلام، يعني أزالت عجمته، ليس بالنقط، بالمعنى، ببيان المعنى. النقط تزيل الإبهام فهي تعجم الكلام، ولذلك نقول الحروف معجمة يعني عليها نقط أزالت إبهامها. الكلمات تزيل المعاجم إبهامها ببيان معانيها فتصبح معانيها واضحة فتزول عنها عجمتها، ولذلك سمي المعجم معجما لأنه يعجم الكلام. نقول أعجمه أي أزال عنه العجمة، كان مبهما كلمة لا نعرف معناها، فإذا فتحنا المعجم وقرأنا المعنى زال عنا هذا الإلباس والإشكال وصارت الكلمة فصيحة واضحة صحيحة، فلذلك سمي هذا معجما. إذن السؤال الأخ عندما قال الفرق بين المعجم والمهمل،
المعجم من الحروف، من الحروف هو ما كان منقوطا، والمهمل هو ما لم يكن منقوطا. ووجه تسميته بذلك أنه قد زالت عجمته بنقطه، ووضح المقصود به بوجود النقط، ولو بقي بدون نقط لا يعلم هل هي هو جيم أو حاء أو خاء مثلا، فبالنقط يتضح المقصود. فيه اتصال أيضا. إيه نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. حمدان من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير الله يا شيخ الدكتور. وإياكم. وإياكم. بالنسبة للدكتور عندي سؤال، بالنسبة لأحيانا تكتب الهمزة على تنوين، يكتب تنوين على الهمزة بدون ألف، يكتب تنوين التنوين على ألف بعد الهمزة، ما تسمى الدكتور؟ طيب يعني يكتب التنوين على الهمزة؟ واضح، يقصد جزاء وجزءا مثلا كذا يا شيخ؟ جزاء وجزءا، اي نعم واضح. اي واضح واضح. شكرا شكرا جزيلا حمدان، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. سؤال الأخ الذي سأل عن كرسي، عن كرسي. أنا أسجل ترى النقاط يعني حفظتها عندي في كرسيه، طبعا هنا الراء ساكنة فتأخذ حكم ترقيقها وتفخيمها من حركة ما قبلها، والكاف مضمومة فإذا تفخم ويقال كرسيه ولا ترقق، فواضح هذا. وترقيق الراء يكون إذا سبقت بكسر، طبعا هذا إذا لم تكن الحروف من حروف الاستعلاء، وهذه لا أحكامها نعلمها في أحكام التجويد وأحكام الأصوات والحروف، لكن هنا الحكم واضح ليس عند شيء من حروف الاستعلاء، فتكون الراء بعد في سكونها وسبقها بالضمة مفخمة، بعكس ما لو قلنا فرعون فإنها مرققة لكسر ما قبلها. الأخ الذي سأل وقال إني انقطعت عن الدرس فكيف أعوض ما فات بالقراءة والسؤال، اقرأ. وأنا أعلم أنها يعني يمكن الرجوع إلى هذه مفرغة، فيما أعلم الشرح مفرغ، يستطيع الإنسان الرجوع إلى التسجيل سواء الصوتي أو المكتوب ويسأل عما فاته، وأنا أرحب تماما بالأسئلة أكثر من ترحيبي بالشرح المطلق، لأن السؤال يأتي من حاجة أكثر، وقد يكون الحديث أحيانا لا يحتاج إلى بعضه، ولكن السؤال قطعا لم يسأل إلا وقد احتاج إليه. الأخ الذي جاء بأسلوب لا ولم ولن تغيبا، طبعا الأصل أن الذي يعمل هو آخر أداة، وإذا قلنا أن الأخيرة لن جعلنا لن هي الأخيرة فيكون تغيب مجزوم منصوب، منصوب بلن، وما دام منصوبا فيكون علامة نصبه الفتحة، ولا نقول تغيب لأن أعملنا لن ناصبة فننصب الفعل المضارع ونجعل لم نصبه الفتحة. هناك اتصال أيضا يا أخي. إيه نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. الأخ عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، حياك الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في عندي استفسار بخصوص فإن تكررت على كلام المؤلف جاز إعمالها وإلغاؤها، هل نستطيع أن نقول أن لا لها ثلاث حالات في هذه الموطن؟ تباشر ولم تتكرر فيجب فيها النصب، ولا تباشر ويجب فيها الرفع والتكرار، وتباشر وتكرر ويجوز فيها النصب والرفع. هذا استفسار. الاستفسار الثاني قالوا هل اسم لا هل نستطيع أن نكون مفرد أو غير مفرد، يعني شبيه بالمفرد ويكون مركب ممكن؟ مثل ماذا يا شيخ؟ والله لا يحضرني الآن مثال. طيب. بس ممكن نقول لا غلامة يعني إلا الرجل أو كذا. طيب. يعني قريب من لا غلام رجلا، رجلا يعني مثلا في الدار أو في المنزل أو شيء. لا غلام رجل مثلا. اي نعم. تقصد أن يكون الاسم لا مضاف يعني. مضاف أو شبيه. اي نعم. شكرا لكم. شكرا شكرا جزيلا أخي العزيز، بارك الله فيك وإياكم. مسألة كلمة الزنا طبعا هي تأتي في الكتابة بالوجهين، لكن سألتني عن القاعدة فيها، فما دامت يائية هي يائية في حقيقتها، فالأصل أن ما كان يائيا ثلاثي الأحرف كما رأينا هنا أن يكتب بألف مقصورة، أن يكتب بألف مقصورة. وفي التثنية يقال زنيتان فهي باليائية، فإذا الأصل فيها والأصوب فيها والقياس فيها أن تكتب بألف مقصورة وليست واضحة أو ممدودة. في سؤالي الأخ الذي سأل عن فيه أيضا اتصال يعني؟ لا في الذي سأل عن تنوين الهمز أو ما بعد الهمز،
وفي قولنا جزءا وجزاء. قال كيف الآن نجعل التنوين؟ مرة نجعله في مثلا جزءا نكتب جيم زاي همزة على السطر ثم ألف عليها التنوين، وفي جزاء نكتب جيم زاي ألف همزة على السطر ولا نذكر ألفا بعدها وإنما نجعل التنوين على الهمزة مباشرة. فلماذا وكيف ما القاعدة في ذلك؟ القاعدة نحن نعرف أن الألف التي تأتي في حالة النصب تسمى ألف الإطلاق، هذه وهي خاصة بحالة النصب تذكر مع التنوين مع تنوين النصب. فتقول أكرمت رجلا، أنت لما تقول جاء رجل تأتي برجل وحدها بعدها تنوين بالضم بدون أي زيادة، مررت برجل تأتي برجل فقط بعدها تنوين بالكسر، لكن أكرمت رجلا لا تكتفي بتنوين النصب بل تزيد ألف سمنها ألف الإطلاق. هذه الألف لا تلحق تنوين النصب خاصة، ويشترط للحاقها لما كان آخره همزة أن لا يكون قبل الهمزة ألف، فلا تجمع ألف قبل الهمزة وألف بعدها. فقولك جزءا مثلا ليس قبل الهمزة ألف فتضيف ألف بعد الهمزة وتجعل التنوين عليها، أما لما كان قبل الهمزة ألف جزاء فإنك لا تجمع ألفا قبل الهمزة وألفا بعدها فتكتفي بالألف التي قبلها وتضع التنوين على الهمزة مباشرة ولا تضيف ألفا بعد. هذه يعني قاعدة مفتردة. نعم، إذا وجدت ألف قبل الهمزة إذا كان الاسم ممدود، الأسماء الممدودة هي التي آخرها همزة قبلها ألف زائدة، مثل السماء، مثل كل بناء وسماء و يعني شقراء وحمراء وصفراء، كل هذه الكلمات التي آخرها، هذه طبعا هي في حالة كونها ألف همزة ألف مد ألف تأنيث فإنها علة قوية تقوم مقام العلتين تمنع الاسم من الصرف أصلا، فلا ينون، ما تقول أصلا شقراء ولا صفراء حمراء، صحيح هذه من الصرف. نعم. لكن إذا صارت مثل جزاء هذه التي ليست الألف زائدة فيها همزة زائدة فيها وحين ذاك ليست للتأنيث فلا تمنع الاسم من الصرف فينون، حين ذاك لا تأتي بألف بعد الهمزة وإنما لوجود ألف قبلها فلا يجمع عليها ألفين. جميل. لا يجمع عليها ألفان. جميل. الأخ الذي قال لا في هل نستطيع أن نقول إن لا إذا تكررت إذا انتقلت يعني تكررت يجوز فيها هذا وهذا؟ هي الحق أنها إن انتقل شرطها أي شرط من شروطها فإنك تهملها ويجب أن تكررها، لكن إذا كررتها ولم ينتقل منها شرط فلك أن تعملها ولك أن تهملها. مرة ثانية، إن كانت انتقض شرطها فيجب إهمالها لا تعمل وأن تكررها وجوبا، لكن إنسان أتى بها وقد استوفت الشروط وكررها في أسلوبه فنقول أنت إذن بالخيار، ما لم تكررت لك أن تجعلها عاملة ولك أن تهملها، أما جعلها عاملة فلاستيفائها شروط، وأما إهمالها فإن تكرارها يسوغ لك أن لا تعملها، لأنه ورد عن العرب أنهم أبطلوا عملها عند تكرار مع اكتمال شروطها. فالأمر في قول الأخ الذي سأل عن مجيء اسم لا النافية للجنس مضاف، نعم يصح ذلك بشرط أن لا تكون الإضافة معرفة، ما تكون إضافة إلى معرفة، لأن شرط كما عرفنا عمل لا النافية للجنس أن يكون اسمها نكرة، فإن كانت الإضافة إلى نكرة فالاسم باقي على نكرته، لما تقول لا طالب علم موجود إضافة طالب إلى علم لم تعرفه لأنه نكرة أضافت إلى نكرة، صحيح اكتسب تخصيصا لكنه باق على شيوعه وعمومه فهو نكرة، وحينئذ يصح هذا ويكون طالب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح وهو مضاف وعلم مضاف إليه، فوقع اسم لا النافية للجنس مضافا، لكن كما قلت اشترط أن لا تكون هذه الإضافة مكسبة للتعريف في اتصاله. أحسن الله إليكم. لا لدينا أسئلة في الموقع. الأخ حيان التليدي من السعودية يقول أود من الشيخ جزاه الله خيرا بيان حال ما بعد لا، قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول، نعم ما يعني حال ذلول التي أتت بعد لا؟ طبعا هذه ليست نافية للجنس ولذلك لم تعمل عمل مهملة، هي شرطها أن تكون نافية للجنس،
فهي لا تنفي جنس هذا المعنى، ولذلك فإنها لا تعمل. نعم. طيب الفقرة الثانية قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، طبعا هي حين تكون لا هي ذلول، فتكون ذلول خبر لمبتدأ محذوف. نعم. فلا رفث ولا فسوق هذه نافية الجنس وقد تكررت فصار من لا حول ولا قوة إلا بالله، فلك أن تعملها ولك أن تهملها، وقد جاءت هنا في القرآن في هذه الآية على الوجه الوجه الإعمال وهو الوجه الأكثر. طيب فبني اسم لا في الحالتين على الفتح. جميل. قوله تعالى من ولي ولا نصير. نعم. ولا نصير، لا حين هذه نصير معطوفة على ولي، صارت لا مهملة غير عاملة طبعا، وعطفت نصير على ولي فلم تعمل لا. قوله لا إله إلا الله، هذه لا نافية للجنس، يعني لا إله بحق إلا الله، فإله اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح، وبحق مقدر هو متعلق هو الجر المجرور الذي متعلقه هو الخبر، وإلا أتت حصر واستثناء ملغى، والله هو الخبر حين ذاك. طيب أحسن الله إليكم. سؤال انتصار سليمان من الولايات المتحدة تقول أريد إعراب هذه الآية الكريمة لو تكربتم، قوله تعالى لا ظليل ولا يغني من اللهب. نعم. لا ظليل إنها ترمي شرا كالقصر، هي بهذه الصيغة جاءت الآية، لا ترمي بشرر كالقصر. هل لا ظليل أخوة تذكرون يا شيخ خالد إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر. نعم. لكن في هذه هل هي ضبطتها بلا ظليل؟ لا، هي أتت بدون ضبط. لا هو يعني في يحتاج الأمر إلى سياقه حتى يتبين فيه هذا. وعلى كل حال إذا كانت لا في أي موضع، ما نتكلم عن الآية هذه، إذا جاءت لا في أي موضع نافية للجنس فإنها تعمل، إلا إذا تكررت فلك الإعمال ولك الإهمال، هذه القاعدة العامة لها حتى يعني تقيسها على كل موضع. طيب أحسن الله عليكم. لكم يا شيخ ما ذكرت. نعم. من أدوات ما دام الحقيقة أنا راق لي اسم الأخ حيان، و ما أدري لعل سبق أن تناقشنا فيه في موضوع، تتذكرون هذا نوع من الصرف تناقشنا في وضعه في أمره، أمر هذا الرجل بالذات ولا أمر اسم حيان فقط، عندما لو افترضنا أن شخصا اسمه حيان أو أنه هو اتصل أو أرسل في ذلك الوقت فناقشنا وضع اسمه. على كل حال الموضوع فيه طرافة لأنه يتعلق بمدى اعتماد النون أصلية أو زائدة، ومدى ومن أين اشتق الاسم والفرق وفرق، وهذه من الأضداد لأنه سيكون من الحين أو من الحياة، والحين هي الموت والحياة عكس الموت، فهنا مصدر الطرافة. ومنع الصرف حين ذاك إذا نسب إلى الحياة فهو ممنوع من الصرف، وإذا نسب إلى الحين فهو مصروف. ولذلك نحن نقول إن نحب أخانا حيانا فنمنعه من الصرف حتى ننسبه إلى الحياة، وتكون الألف والنون زائدتين، ولا ننسبه إلى الحين، ولو نسبناه إلى الحين لصرفناه. طيب أرد أحدكم شيئا يا شيخنا أو نبدأ في موضوعنا في مقدمات المنادى الآن؟ كما تبين منذ قليل في الكلام على أن المنادى له أدوات، وأنه أسلوب من الأساليب كثيرة الاستعمال في العربية، وتبينت هذه الأدوات ما هي، وأن أمها هي ياء وهي أكثرها استعمالا، وأنه حتى لو جاءنا المنادى بدون أداة فإن هناك أداة مقدرة، فنقدر اسم هذه الأداة كما مثلنا بالآية منذ قليل في قولنا يوسف وأعرض عن هذا، فإن التقدير يا يوسف. اختلف العلماء النحويون في العامل في المنادى، طبعا هذا من الموضوعات التي لا يتعلق بها كثير أهمية أو كثير فائدة، لكنها تأتي من باب الإلمام بالموضوع واضطراد القضايا. ما دمنا نقول إن كل معمول لا بد له من عامل، فكل منصوب لا بد له من ناصب، وكل مرفوع لا بد له من رافع، وكل مجزوم لا بد له من جازم، أو مجرور لا بد له من جار، فيأتي شخص ويقول المنادى لماذا نقول مثلا هذا منادى منصوب وهذا منادى
مبني، ما الذي عمل فيه النصب مثلا؟ فهناك من قال إن الذي عمل فيه النصب هو الفعل المقدر التقدير، أدعو أو أنادي. إذا قلت يا زيد، يا مثلا يا عبد الله، ما الذي نصب عبد الله؟ قالوا هو مفعول به لفعل مقدر، يدعو عبد الله أو نادي عبد الله. وأداة النداء يا هذه نابت عن ذلك الفعل أو أغنت عن ذلك الفعل. وهناك من يقول إن العامل فيه الذي نصبه هو حرف النداء نفسه، طبعا بنيابته عن ذلك الفعل، فالأمران يرجع بعضهما إلى بعض. وهناك من يقول إن العامل فيه معنوي، ناصب معنوي. كيف معنوي؟ نحن عرفنا مثلا أنهم قالوا إن المبتدأ مرفوع بالابتداء، الذي رفعه هو الابتداء، الابتداء ليس شيئا محسوسا ولكنه معنى من المعاني. قالوا كذلك هنا المنادى، هذا رأي ضعيف وقليل قليل من ذكره. قالوا الذي نصبه هو القصد، لأنك عندما تقول يا فلان فأنت تقصده بعينه فهو منادى مقصود. ولكن أبطله أو رده كثير من النحويين، وقالوا إن العوامل المعنوية لم يعهد في النحو أنها تعمل النصب. نحن نعرف أن عوامل المعنى تعمل الرفع كما في ذكرنا منذ قليل في مسألة الابتداء، ولكنها لا تعمل النصب، لم يعهد أن هناك عامل معنوي عمل النصب. ولذلك قالوا إن حمله على هذا على أنه العامل فيه معنوي دون نظير له لا يسوغ أو لا ينبغي، ولذلك فلا يعول أو لا يحمل على هذا. قول المصنف قال المنادى خمسة أنواع. في اتصال فيه؟ لا خذ راحتك دكتور. قال المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه المضاف. قسمها إلى أقسام خمسة. أولها المفرد العلم. طبعا اعلموا أن المقصود بالمفرد في هذا الباب ليس قسيم المثنى والجمع، ولكن المفرد هو قسيم المضاف والشبيه المضاف. مرة ثانية، إذا قيل المفرد في باب المنادى فليس المقصود به ما لم يكن مثنى ولا مجموعا، ولكن المقصود بالمفرد هو ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. ولذلك فإنه لو قلنا مثلا يا محمدان، يا زيدان، يا رجلان، فإن هذا يعد مفردا وإن كان مثنى، ويا زيدون ويا رجال فإنه يعد بهذا المصطلح مفرد وإن كان جمعا، لأنه لا يراد بالمفرد العدد، ولكن يراد به ما سوى المضاف والشبيه بالمضاف، فهو يشمل إذن المثنى والجمع، يشمل المثنى والجمع. قال المفرد العلم، وهذا يشمل كما قلت مثلا زيد وزيدان وزيد، يشمل قولك يا زيد ويا زيدان ويا زيدون، كلها مما يسمى مفردا علما. قال خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة. نكرة يعني ليست معرفة، واضح. ومقصودة يعني محددة، أي أنت لما ترى شخص لا تعرف اسمه لكنك تعنيه هو بعينه، يا رجل، هذه رجل نكرة، لكنها ليست شائعة شيوع النكرات، لأنك تحدده أنت بقصدك إياه ومنادتك له، فهو إن كان نكرة في صيغته إلا أنه محدد ومقصود بذاته، ولذلك سموه، فرقوا بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. فالنكرة المقصودة هي لفظها لفظ النكرة ولكنها محددة بالقصد والنداء، أنت تريد شخصا بعينه. وأما النكرة غير المقصودة فإنها التي لم تتحدد ولم تريد شخصا بعينه، ولكنك تطلق الكلام لكل من انطبق عليه هذا الوصف، تلك هي النكرة غير المقصودة. يعني عندما تقول مثلا يا رجل، هذا رجل أمامك تناديه تقول يا رجل، فهذه نكرة مقصودة. لكن عندما يقول الكفيف يا رجلا خذ بيده، هو ما يرى رجل، يريد أي أحد يأخذ بيده، أو يقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه،
هو لا يريد شخصا بعينه غافل, هو لا يكلم شخصا غافل, لكن يدعو كل من انطبق عليه هذا الوصف أن يتنبه. فإذا هذه نكرة غير مقصودة, غير محددة المراد بها. إذا فرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. أحسن الله عليكم. لعلنا نكتفي بهذا المقدار بإذن طيب. الله تعالى نكمل في الأسبوع المقبل إذا رغبتم الشيخ تطرحون سؤالي هذا الدرس. نعم. السؤالان سيكونان عن في باب أن لا أن في الجنس حتى يعني نعطيهما حقهما, لأن المنادى لم نأخذ فيه ما يكفي للسؤال عنه. نقول السؤال الأول في لا, السؤال عن شروط عملها, ما شروط عمل, ما الشروط التي تعمل بها لا أن في الجنس عمل إن. السؤال الثاني إذا تكررت لا فما الوجوه الجائزة في ما دخلت عليه؟ نفعكم الله ونفع بكم وإياكم. شكر الله لكم يا دكتور وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء متجدد, نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.